صباح الخير جميعا، ومرحبا بكم مرة أخرى من معرض لندن للكتاب. هذا هو اليوم الثاني لهذه النسخة الخاصة من معرض الكتاب، وحقيقة سوف يكون لدينا جلسة مشوقة مع دكتور مايك بندر. قبل أن أبدأ سوف أبدأ ببعض الأمور اللوجستية والقواعد هذا اللقاء. لدينا طبعا مشاركين معنا على الأونلاين، أود أن أعلمهم بأن هذه الجلسة سوف يتم عقدها باللغة الإنجليزية، إلا أن هنالك إمكانية الانضمام لنا باللغة العربية إذ أنه يوجد ترجمة. كل ما عليكم فعله هو الضغط على زر الترجمة في أسفل الشاشة لديكم واختيار اللغة، ورجاء لا تنسوا أن تضعوا أسئلتكم في صندوق الأسئلة والإجابات. وأيضا طبعا جمهورنا العزيز موجود معنا، يعني مرحبا بكم لطرح أي سؤال. فإذا أهلا يا مايك، مرحبا، كيف حالك؟ أهلا. فإذا سوف نتشارك الميكروفون، لدينا ميكروفون واحد فقط. فإذا مايك بندر، أنت ريادي أعمال من المملكة المتحدة، وأنت المؤسس الشريك لكيبل دوت كوم، وهي عبارة عن أداة لتدريب الفرق، وهي جزء من التورنر بارتنرز أو مجموعة تورنر بارتنرز، وحيث أنت أيضا مؤسس شريك. فإذا مايك، أنت أيضا محاضر في اليو سي إن ومدير شركة مشاريع، وكذلك أنت موجود على لائحة الشرف الملكي، حيث قدمت خدمات رائعة لريادي الأعمال اليافعين. شكرا لك مايك، شكرا. فإذا اليوم يعني مع وجود جائحة كورونا كان لدينا الكثير من العمل، أصبح لدينا المزيد من المعرفة والمعلومات وما إلى ذلك، وأيضا الجائحة وفرت إمكانية العمل مع فرق دولية. فهل لك أن تخبرنا قليلا؟ أعلم أنه لديك عرض تقديمي، وفي هذا العرض التقديمي سوف تخبرنا عن كيفية عمل الإدارة الفاعلة للمعرفة ضمن فرق عالمية متنامية، وأيضا سوف تعطينا بعض الاستراتيجيات والنصائح. نعم، سوف أقوم بذلك. شكرا مايك، تفضل. شكرا لك لهذه التقديمة الرائعة، وأشكركم جزيلا على انضمامي لنا عبر الإنترنت ومن معنا. كما ذكرت زميلتي فأنا مايك بندر، أنا أحد المؤسسي الشريك لتورن بارتنرز، وحيث بدأنا باستوديو يتكلم عن كيفية عمل الأعمال المشاريع الرقمية دعني أقول، والتي هي طبعا يعني منخرطة في المعرفة بشكل كبير. فإذا هذا النوع المعرفة الرائع، عندما فكرنا نحن كشركاء كانت هي عبارة عن شركة يعني ذات حافظة أو ذات ملف معين، حيث نقوم بتشارك الموارد والمصادر وبعض الخبرات والمعارف. وما نقوم بفعله حقا هو أنه في العام 2013 كنا نقوم بإدارة مشروع معين، كان لدينا فريق مخصص هنا في المملكة المتحدة، وكان لدينا فكرة أننا نود أن نوسع عملنا مع شركائنا. فإذا بدأنا بفتح الفرص وعمل مشاريع جديدة، وكان لدينا مفهوم أنه بإمكاننا أن نأخذ الفريق الحالي أو الموارد الحالية وأن نطبقها في مواجهة تحديات جديدة. عفوا، متى قلت أنكم بدأتم؟ حقيقة بدأ في العام 2013، أما قبل ذلك كان يعني أكثر حداثة. على كل حال، إذا أردنا الانتقال إلى المرحلة التالية في أعمالنا، وقد كان نجاحا لنا أن نقوم بنشر معارفنا وخبراتنا، وكذلك استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي وكانت النتائج مبهرة، فقد نمونا وتوسعت أعمالنا. ولكن بمجرد أننا قمنا بتوسعة هذه الفرق والعمل مع فرق نائية، فمثلا كان لدينا فرق من كافة أنحاء العالم، أدركنا أنه الطريقة التي قمنا بها بإدارة المعرفة مع الفرق النائية أو البعيدة كانت مختلفة عن كيفية إدارة الفرق وجاهيا في مكاتبنا. وهذا طبعا تبلور في دماغي أنه عندما نقوم بتسويق لبعض الأشياء فأنه علينا أن نقوم بالتعامل مع الموضوع بشكل مختلف، ولكن بحسب طريقة تفكيري فإن استخدام الإعلام في التسويق والعمل، أدركت عندها أنه مشاركة المعلومات بالطريقة التقليدية ليس ناجحاً.
طبعا نأمل أن تكون هذه المشاركة طبعا كانت أن تكون فاعلة، ولكن حتى لا أطيل عليكم، كان لدينا تركيز على إدارة المعرفة والمشاريع، وتكلمت في هذا الموضوع مع المؤسسين الشريكين وأعضاء الفريق، ووجدنا أن هذا يعني أمرا صعبا للغاية. فإنما نأتي اليوم ونتكلم عن إدارة المعرفة ضمن فرق العمل الدولية، فهذا يصبح أكثر إبهارا، أو أصبح أكثر إبهارا في السنوات الماضية، لأن الوضع تغير في العالم كلية. والنقطة التي نحن بها الآن أن 50% أو أكثر من 50% من الموظفين حقيقة يعملون أكثر من نصف هذا الوقت من عملهم في المكاتب. أيضا حوالي 83% من المرشحين الآن سوف يختارون عملا يكون به دواما مرنا. وأيضا 58% أيضا من الأشخاص الذين يعملون الآن في الشركات بشكل عن أو عن بعد يقومون بعملهم بشكل جيد، ولا يؤثر انتقال مكان عملهم عليهم. فإذا كان هنالك إدارة أو معرفة أو مفاهيم جديدة في كيفية خلق طرق جديدة للعمل أو القيام بهذا العمل، فإذا لدينا وضع مختلف. ولكن السؤال هو أنه لا يتم قياسه، أو هل يتدرج، هل يتنامى؟ وبإمكاننا أن ننظر إلى هذه المنظمات المعروفة مثل بيس كامب أو البيمنت بروفايدر سترايد، والذي كان لديه طبعا فرق عمل ناجحة، ولكن حتى الآن لا يوجد لدينا الشريك أن هذا الأمر يتنامى على مستوى المنظمات بشكل عام. وقد بدأنا نرى أدلة تشير إلى العكس، لدينا أن 52% من العاملين عن بعد يشعرون بأنهم منفصلون عن الأشخاص الذين يعملون في أعمالهم وجاهياً. ووجدنا أيضاً أن نسبة 39% من الزملاء يرون أن الأعمال حالياً أتعس مما كانت في جانيوري 21. ونرى هنا أيضاً أن 2 من كل 5 أشخاص يشعرون بأثر العمل النائي على الثقافة أو منظمة أو ثقافة في المنظمة. وأيضا الشركات أيضا تقول الآن أنه 64% من الموظفين يأخذون وقتا طويلا من أجل القيام بمشاركة معلوماتهم مع الأعضاء أو الموظفين الجدد، بدلا من وجودهم في مكاتبهم والتعامل معهم وجاهيا. و72% يواجهون مشكلة في أنهم أو في قناعتهم بأنهم في الوظيفة الصحيحة. فإذا هنا نحن في وضع صعب. رأينا هذا العالم الجديد، حيث أن هنالك الكثير من المواهب والإبداعات قد ظهرت، ولكن أيضا تمخض عن ذلك مشاكل متعددة. فإذا هنا علينا أن نقوم باتخاذ خيار، هل نمضي قدما ونبدأ بالوصول إلى المواهب وغيرها، أم هل نقوم بالعودة إلى الطرق التقليدية في العمل، مما يعني أنهم قد يقومون ب يعني الاستغناء عن الفرق التي تعمل بشكل نائي أو عن بعد. فإذا بشكل رئيسي هذا الأمر كله متعلق بكيفية إدارة المعرفة داخل المنظمة. والمعرفة طبعا ليست هي الموظفين الموجودين داخل المنظمة وكيفية استخدامها لها، ولكن كيف نتواصل وكيف نتعامل مع بعضنا البعض. فأيضا هذا مقياس مهم. فإذا أي مشروع يستطيع القيام بذلك من خلال التخطيط للمعرفة داخل المنظمة من خلال خارطة نقل للمعرفة. وفي هذه الخارطة بإمكانكم أن انظروا إلى مشاريعكم وأن تتوقعوا ما نوع المعلومات التي أنتم بحاجة لها. فإذا المعلومات أو المعرفة الموجودة في المشروع التجاري، هل هي واضحة أم غامضة؟ وأيضا عن كيفية تواصلنا أو نقلنا لهذه المعرفة، هل نقوم بالتواصل أو يعني مشاركتها بشكل وثيقة مثلا، أو هل تكون بشكل ضمني؟ هل تودين مثلا قضاء وقت معي والتكلم عن هذا الموضوع أو هذا العمل وما إلى ذلك؟ فإذا بالنظر إلى أكثر المشاريع التقليدية أو الأعمال التقليدية نستطيع أن نستخدم هذه الطريقة. وهناك أمور طبعا يتم مشاركتها ضمنيا، على سبيل المثال الامتثال للعمل والالتزام بالعمل وما إلى ذلك، ممكن معرفة هذه الأمور. ولكن أيضا لدينا أشياء تكون غامضة
أو واضحة، فمثلا كيف نقوم بالتقدم في عمل معين. وأيضا لدينا مثلا ما يسمى قيم وهدف الشركة، وهذه طبعا متعلقة بالمعارف، فهناك أمور يعني غامضة وهناك أمور واضحة، ولكن العمق في فهم هذه الأمور يتطلب تواصل ضمني أكثر منه صريح. وإذا هنا تأتي دور الخارطة، وأن هنالك معلومات أو معارف غامضة يتم تشاركها بشكل ضمني، وكيفية قيامنا بالأمور بالمهارات الشخصية عند التعامل مع العملاء وغيرها. فإذا في هذه الخارطة نتطلع أو تتناول جميع الأعمال التجارية، ولكن هذا هو شكل الخارطة بشكل عام. وما قمنا باكتشافه حقيقة هو أن خارطة نقل المعرفة في معظم الأعمال حقيقة غيرت متوائمة مع النسخة الجديدة من العمل، وما على الأشخاص العاملين وجاهيا والعاملين بشكل عام في منظمة ما عليهم تناقلها. فإذا هنالك أجزاء مختلفة من المعلومات، وبإمكاننا أن نرى أن على هذه الجهات الأربعة بإمكاننا أن نرى أنه على الجزء الأعلى الأيمن، فإن العمل أو التواصل الضمني والصريح هو قابل للنقل. أما على اليسار إذا كان هنالك معارف، فإن هنالك معارف قابلة للمشاركة، وأيضا لدينا المعلومات القابلة للامتصاص، بمعنى أنه إذا قمنا بمشاركة المعلومات وكلما كنت خبيرا بها فكلما تم امتصاصها أو فهمها واستيعابها. والآخر هو المليء بالتأمل، دعني أقول، أو المتفائل. فإذا منظورنا هو أنه في الأعمال الجديدة عندما يكون لدينا تواصل تعاوني، وعندما يكون لدينا كما تعلمين يعني أوقات مختلفة بحسب الدول وما إلى ذلك من فروق، علينا أن نقوم بنقل هذه المعرفة بشكل مستدام باستخدام هذه الطرق. فمثلا هذه حقيقة هذه ما عليه الدائرة أو النقل، هو أن يكون عليه أن يكون دائما جاهزا كما تناقشنا مسبقا. فإذا هذا يطرح السؤال المتعلق بكيفية قيامنا بذلك. مثلا المعرفة القابلة للنقل في المنظمات لهذا اليوم والتي تتقدم للأمام، كيف علينا أن نقوم بذلك؟ وقد وجدنا عدة عوامل عندما نتعامل مع المشاريع المختلفة، وحقيقة أن فهم هذه الأساسيات قادتنا إلى خلق هذا النوع من الإدارة. فإذا أول شيء هنا هو عبارة عن تعزيز جميع أنواع المعارف في كافة المواقع. طبعا في بيئة العمل التقليدية دائما نقلق كثيرا حول ما هو معرفة وما هو غير معرفة. حقيقة علينا أن نتقبل أن المعرفة في كل مكان ومتواجدة في كل مكان ومتعلقة بكيفية وأسباب قيامنا بالأعمال. عندها فقط نستطيع الفهم أننا بإمكاننا قلب هذه الأفكار وإلى تصرفات وإلى عملية وبالتالي إلى معرفة. وأيضا أو في نهاية المطاف المسألة متعلقة بتعزيز المعرفة باستخدام يعني كما قلنا بأنها تكون مثلا واضحة أو ضمنية وجعلها صريحة وواضحة للجميع وقابلة للاستخدام. والمسألة الأخرى متعلقة بتصنيف المعارف، فبمجرد أن يكون لدينا طيف كامل من أنواع المعرفة الموجودة لدينا في الأعمال، بعدها نستطيع أن نقرر ما هو هدف هذه المعرفة. هل هي من أجل الالتزام أو الامتثال أو الاتساق، أم هل هي من أجل أن يستخدمها القادة الأقدمون في اتخاذ قراراتهم وما إلى ذلك. والأمر الآخر، ما هو هدف الأنشطة المطلوبة من أجل تطبيق هذه المعرفة. فإذا لدينا هذا الموقف من خلال وجود الجوهر مقابل الاستكشاف. فبالتالي جميع الأنشطة التي نقوم بها هي إما أنشطة جوهرية وهي أنشطة معروفة ولديها مخرجات معروفة وطرق تحقيقها معروفة، أم أن تكون طرق استكشافية حيث نقوم بإيجاد طرق جديدة لعمل أشياء جديدة. وهذا هو عبارة عن ابتكار متنامي ومتزايد. وأيضا من خلال تقسيم هذه المعرفة أو المعلومات ما بين جوهري واستكشاف، فبالتالي نستطيع مشاركتها مع الأشخاص الآخرين. أما إذا كانت معلومات متعلقة بالاستكشاف، فإذا هذا يتعلق بالإبداع والابتكار
وبالتالي نستطيع استخدام هذه المعرفة في مكانها المناسب من أجل الحصول على النفوذ أو السلطة. إذن بمجرد أن نقوم بتقسيم هذه المعلومات بإمكاننا بعدها بسهولة أن نقوم بترميز وتوثيق هذه المعلومات وعملية جعلها أكثر قابلية للنقل عبر الحدود وفي كافة اللغات والدول. فإذن أول شيء متعلق بخلق ثقافة الملاحظة والمعرفة، وهناك الكثير من المشاريع التجارية والأعمال حيث يكون هنالك عوائق في نقل المعرفة. فإذا هذا الموضوع قد يبدو وكأن هذا يعني عملا عظيما، ولكن من خلال خلق هذه الثقافة من الثقافة وتدوين الملاحظات، بالتالي نستطيع أن نقوم بتقسيمها وإرسالها إلى أشخاص معينين أو منظمات معينة بحسب بيئتهم وظروفهم. فإذا هذا يعني أنها عملية طويلة من ترميز وتوثيق المعلومات تصبح مهمة يومية، فتبدأ مثلا اليوم وعادة لا تنتهي، ولكن القيمة تبدأ بمجرد خلقنا لأي شيء آخر. النقطة الأخرى هنا الآن متعلقة عن إزالة الغموض قدر الإمكان. فمثلا عندما مشاركة الرسائل على الواتساب أو غيرها قد لا نكون يعني متأكدين مما يتم طرحه، وهذا طبعا يعني لا نعلم ما هي محتويات هذه المواد وما إلى ذلك، ولكن عندما نقوم بمشاركة المعلومات أو المعرفة فإن أي مجال للغموض هي عبارة عن قد تكون مجالا لسوء التفسير وعدم الفهم الكامل. فإذا علينا أن نقوم هنا في هذه الحالة بإزالة الغموض وتوضيح الرسائل أو المحتوى من أي رسالة ترسل. وفيما يتعلق بالنقطة السابقة حول تقسيم استخدام هذه المعرفة وأسبابها، فإذا هنا علينا أن نتعامل مع الأماكن الغامضة من أجل القيام بنقل الرسالة واضحة إلى المتلقي. والأمر الآخر هو أنه عندما نبدأ بتوثيق المعلومات ونجعلها بطريقة قابلة للنقل ونقوم بإزالة الغموض، فهنا بإمكاننا استخدام الوسائط الإعلامية المتعددة، حيث نرى هناك مشاريع من منتجعات تزلج في أمريكا ومناطق سياحية مختلفة في العالم. وهذا طبعا يأتي مع مسألة يعني وجود يعني كتيبات وإجراءات عمل قياسية وما إلى ذلك. فأما الآن أصبح الأمر سهلا للغاية من خلال عمل فيديوهات ووسائط عمل تقوم بتوضيح الأمور وتفسيرها وجعلها قابلة للنشر والانتقال. فإذا أول شيء أود أن أوصي به هو جعل الأمور هذه مركزية. فإذا كما قلت الشيراتون قد يكون لديه دليل أو كتيب إرشادي لديه الصور وألوان وما إلى ذلك حول المكان الذي يروج له، ولكن كيف أنا بإمكاني الوصول إلى هذا الموضوع؟ جزء من ذلك هو القيام ببناء مصدر منفرد للحقيقة. فمثلا هنا علينا أن نقوم في هذه الحالة بإزالة الغموض عن مصدر هذه المعرفة، وهل هي محدثة. فإذا أيضا علينا أن نقوم بإزالة الحواجز وكذلك ونفتح المجال بشكل كبير حتى تكون الأمور واضحة للغاية. فمثلا عندما نتكلم عن الشيراتون، عندما بدأنا بالعمل معهم كان هناك طرق مختلفة في طرق العمل معهم فيما يتعلق بالتعامل مع العملاء وما إلى ذلك، ولكن هذا طبعا كان مبنيا على طريقة عملهم، مثلا على ما يقومون به في المنتجع وكيف تعاملهم مع العملاء وما إلى ذلك. فإذا وجود هذه المعلومات بشكل مفتوح هذا ساعدنا في كيفية التعامل معهم وإدارة المعرفة الخاصة بهم من أجل المضي قدما ونمو والعمل على نمو هذا الفندق. وأمر آخر وجدناه وهو مهم للغاية هو إدماج الوصول إلى هذه المعرفة في الطريقة أو في مسارات العمل. فإذا في كافة الأوقات اكتشفنا أن هذا أو معظم الأوقات يتم استهلاكها من قبل طرح الأسئلة. فمثلا هناك أسئلة متكررة يتم استنفاد الوقت بها، أما هذا يمكن استثماره حقيقة في عمل أمور أكثر نجاعة. فمثلا
السؤال مثلا ما هي أفضل طريقة لعمل ما أقوم به وما إلى ذلك، ولكن السؤال أو النقطة هي أنه عندما أقوم بإدماج جميع هذه المعارف في مسار عمل واحد، وعندما يكون لدي في هذه الحالة ثقة في الوصول إلى كافة المعارف والمعلومات المتعلقة بطبيعة العمل بحسب ما يتطلبه هذا العمل، فبالتالي يتم طرح جميع المعارف والمعلومات المناسبة للسائل، دعني أقول، من أجل القيام بعمله بشكل أفضل. ولكن أيضا في على مستوى الدولي فهنالك مستوى من التواصل قد يكون وجاهيا وقد يكون افتراضيا، ولكن أصبح التواصل الافتراضي، دعني أقول التواصل الوجاهي، أصبح أقل مما هو افتراضيا. وطبعا هذا شيء جيد من ناحية أنه يوفر الوقت وشرح الأنشطة التي يتم القيام بها عفوا. والنقطة الأخيرة هنا وهي النقطة الشاملة، كما قلنا التوثيق والتعاون وما إلى ذلك، فإذا علينا أن نجد نقاط أدلة أن المعرفة لم يتم مشاركتها فقط، وإنما تم نقلها ويتم العمل من خلالها أو بناء عليها. وهذا ما يجعل العمل أكثر تفاعلية. هنالك أيام عندما كان هنالك يعني بطء في نقل المعرفة، وكان هنالك حالة من عدم الفهم الكامل، فإذا هنا بإمكاننا أن نستخدم التكنولوجيا والمنطق من أجل ضمان أن الجميع يقوم بنقل المعرفة ومشاركتها، ويكون هنالك تفاعل حيث يكونون قادرون على البحث وطرح الأسئلة وما إلى ذلك. وأيضا طبعا يكون هنالك تقييم مرحلي حول الأعمال والمعارف وما يتم تطبيقه من أجل الحصول على تغذية راجعة، فإذا هذا بالإمكان تطبيقه. وأيضا نقطة مهمة، بمجرد أن نقوم بذلك، هذه العلاقة المتبادلة من خلال المشاركة ومشاركة المعرفة، فبإمكاننا هنا أن نقوم بتطبيق هذه المعارف كما قلت. فإذا بداية علينا أن نقوم ببناء ثقافة معرفية ممكنة أو ممكنة في الفضاء، وكذلك خلق الحوافز من أجل تأكيد استخدام هذه المعارف والمعلومات. وطبعا ما يعنيه هذا بنهاية المطاف هو أن جميع المنظمات تأخذ مسؤولية جمعية عن استخدام هذه المعرفة، بإمكاننا بعد ذلك إرسال هذه المعرفة من أجل استخدام أو تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه المعارف بشكل واضح ومتبلور، ويستطيع القيام بذلك أو استخدامها المدراء التنفيذيين ورؤساء المنظمات وما إلى ذلك، من أجل خلق هذه المسؤولية الجمعية باستخدام هذه المعرفة. فإذا هذا هو ما نؤمن به، أن المعرفة أو كيف تتنامى خاصة في الوضع المستقبلي أو على المستقبل القريب. طبعا أنا متأكد أنه الكثير من الأسئلة موجودة لكي أجيب عنها، ولكن هذه الدروس التي استفدناها وهذه التحديات التي تغلبنا عليها وصلنا إلى هذه المرحلة والوصول إلى مصدر منفرد من الحقيقة. رائع، شكرا شكرا لك مايك، هذا حقيقة كان شموليا وحقيقة مليء بالأفكار. لقد كنت أتفقد التعليقات من المشاهدين، الجميع يودون العرض التقديمي الذي قدمته للتو. هذا معناه أن كان هناك الكثير من المعرفة والمعلومات في العرض التقديمي. فإذا أود أن أسألك، ما ذكرت الدليل أن نعرف أن إدارة المعرفة أو تقنية إدارة المعرفة أنها كانت ناجحة، فمثلا ما هي الأدوات التي استخدمتموها من أجل ضمان أن هذا الدليل أو الإثبات أن إدارة أو عملية إدارة المعرفة كانت فاعلة؟ حقيقة في نهاية المطاف المسألة متعلقة بإيصال المعرفة، وجعل مثلا الأشخاص مثلا يعني يعني متعلقة بتعليم الأشياء البسيطة، فإذا رأينا هؤلاء الأشخاص يطبقون هذه المعرفة فهذا دليل على أنهم استفادوا من هذه المعرفة. فإذا وتوفير أيضا القدرة على النجاح في استخدام هذه المعرفة والتطور بشكل مستمر ومتسارع،
فإذا آخر دليل أو الدليل الأخير الذي نراه يعطينا تغذية راجعة عما تم استيعابه من المعارف التي تم تقديمها. فإذا ممكن أيضا أن نقوم بطرح 3 أو 4 أسئلة تتطلب معرفة هذا الشخص بهذه المعلومات للإجابة عن هذه الأسئلة. فإذا يكون هنالك اختبارات وأسئلة. ودعيني أعطيك مثال، فمثلا إذا ذهبت أو يعني انتقلت خلال هذه العملية، فبإمكانك أن تجيب عن الأسئلة التي تثبت أنك قمت باستيعاب هذه المعارف. وأيضا الأمر ينطبق على كافة المنظمات، إلا أنه هنالك، أو دعني أقول أن المنظمات تقوم بعمل نوع من طرح الأفكار والأسئلة في نهاية المطاف من أجل التأكد من استيعاب المعرفة. فمثلا دعني أعطيك مثالا على كيفية عمل ساندويتش مربى. طبعا هذا مثال سيء، لكن على جميع الأحوال إذا علمنا شخصا كيف يصنع سندويشة مربى وقام بعملها، فإذا هذا دليل على أنه قام باستخدام هذه المعرفة واستيعاب هذه الطريقة، وأيضا دليل على أن عملية التواصل والنقل المعرفة ومشاركتها كانت ناجحة. فإذا توفير المعارف واستخدامها هو الدليل، ونحن حقيقة نقوم ب أيضا بضع مهمات مع بعضها البعض من خلال عملية معينة، بحيث أنه إذا تم إنجاز هذه المهمات نضمن أيضا أنه تم استيعاب هذه المعارف، وبالتالي هذا دليل على فعالية هذه الطريقة. فإذا أنا أوصي بمحاولة تحديد ما هي الطرق التي تثبت وصول هذه المعارف واستخدامها من خلال نقاط معينة تضعها كل منظمة أو كل شركة بحسب ما تراه مناسبا. وطبعا هذا لا يعني بالضرورة أننا علينا أن نقوم بدفع هذه المعارف دفعا لكي يفهمها الناس، وإنما علينا أن نقوم بإيجاد طرائق تضمن استيعاب هذه المعارف بالطريقة اللائقة بالطبع. وطبعا هذا يسمح للأشخاص بالفشل، لأن الفشل حقيقة، أو دعني أقول الإخفاق، لأنه في رحلة الحياة لا بد من وجود إخفاقات حتى تصل إلى النجاح. هنا أود أن أسمع المزيد منك عن دور الموظفين، ليس الموظفين الأقدمين ولكن اليافعين أو الصغار أو الجدد في هذه العملية. لقد ذكرت بعض الشيء عن، إذا كنت أذكر جيدا، ال 360 درجة أو دورة المعرفة، دورة إدارة المعرفة، التأكيد وما إلى ذلك. فالسؤال هنا، أين هو دور الموظفين هنا؟ هل تتلقون تغذية راجعة منهم عن العملية؟ نعم، هذا سؤال رائع. إذن هنالك دور لإيصال هذه المعرفة، والمملكة المتحدة، أو دعني أقول مثلا هناك توصيل للطعام في كافة أماكن المملكة المتحدة. فبالتالي هنا مثلا الشركة، أو دعني أقول أن الجميع ناجحون في شركات التوصيل، لأن هذا أمر مطلوب، لأنهم يأخذون الأطعمة من المطاعم ويقومون بإيصالها إلى المنازل، وطريقة عملنا لذلك كمدراء تنفيذيين وما إلى ذلك. فبمجرد، أو كلما كان وصولك إلى النجاح أسرع، كلما اقتربت أكثر من حقيقة وواقع منظمتك. فإذا كلما تقربنا من هذه هؤلاء العملاء والتكلم مع فرق الإنتاج وما إلى ذلك، تصبح الصورة أوضح. الآن المدراء التنفيذيين لا يستطيعون أن يقومون بالعمل على هذا المستوى الصغير، ولكن الأمر الآخر الذي تستطيع القيام به إذا لم تكن قادر على إيصال الطعام إلى المنازل، أنه بإمكانك أن تقومي بتمكين منظماتكم من أجل التأكد أن كل أجزاء هذه المنظمة تقوم بإيصال لك ما ملاحظاتها، مثلا ما رأيك بهذا، ما رأيك بذلك، ما الذي حصل عندما حصل ذلك وما إلى ذلك. فإذا نأخذ تغذية راجعة، فبالتالي عندما نقوم بكتابة، دعني أقول، أو توثيق هذه الملاحظات أو التغذية الراجعة في الأعمال، فهذا سوف يخلق هيكلية للمنظمة في المعرفة. وطبعا هذا يعني لا يتطلب وقتا كثيرا. بعدها نقوم بالقول للأشخاص الذين يقومون بعمل التشبيك، فقط قم بكتابة العملية عما تقوم به. فإذا يقومون بكتابة هذه الهيكلية أو التوثيق على شكل نقاط. وطبعا دائما المؤسسين والقادة في الأعمال يجدون فجوات ما بين المنشود وواقع الأمر، فإذا هذا يساعد على سد هذه الفجوة والتعلم
مما هو أو مما يشكل عائقا في هذا الموضوع، وبالتالي يعملون على سد هذه الفجوة. فإذا هذا هي طريقة قيمة في معالجة هذا الموضوع. بمعنى آخر يعني العمل بشكل جماعي، وأيضا إقطاع الناس على علم بآخر المستجدات. مثلا أن نقول مثلا أنه خدماتنا قد تغيرت، خدماتنا قد تطورت، وبالتالي نحصل بعدها على تغذية راجعة حول هذه الخدمات الجديدة. ولكن أعتقد أن هذا أيضا يعني مجهود شخصي، فمثلا أن تكون فضوليا وأن تكون قادرا على أن تكون منخرطا في العملية، وليس بالضرورة أن تكون يعني وليس بالضرورة أن تكون المسألة يعني بحسب التسلسل أو الهرمي للقيادة. طبعا يعني هذا نوع مختلف من الأعمال والقيادة، وإنما الموضوع هو بناء أنظمة تؤثر على الثقافة، فهي مسألة ثقافية نوعا ما. بعض المنظمات قد تفكر أنا ليس لدي أي فكرة عن هذا الموضوع، ولدي 2000 موظف ولا أستطيع القيام بذلك. ولكن إذا كان لدينا إدارة معرفية جيدة، فإن هنالك سوف تصبح مفاهيم ومعلومات بالإمكان التعامل معها ومراجعتها ومعالجتها من أجل التطور والمضي قدما في نمو المنظمة. ومثلا أن نعلم بأن الأشخاص مثلا أو العملاء يتقبلون هذا النوع مثلا من التطور مثلا أو هذه الخدمة، فهذا حقيقة يعني يغذي الفضول الذي تتكلمين عنه لدى الموظفين. أحببت حقيقة هذه الفكرة. فإذا الأمر متعلق بقيادة الناس الذين يرون أن المعرفة معرفة بالنسبة الذي يقومون بالتنفيذ عليها أيضا، وبعض المعلومات لنقل لدائرة أو دائرتين التي تعتبر أيضا قريبة منهم. لنقل إذا كنت أنا لنقل تسويق أو مسوق لشبكة التواصل الاجتماعي، أستخدم طبعا أيضا حتى بعض المعلومات من دائرة أخرى. إذا كنت أنت في عملية الحافز لسوقي التواصل الاجتماعي، تقوم بعملية بالولوج إليه وتفهمه بعض الشيء، وربما يكون لديك بعض التقاطع أو ربما العلاقات أو التسويق مع لنقل أسواق أخرى. ولكن نادرا إذا كان لديك فهم لكيفية نجاح ذلك أو عمل ذلك مع بقية الأطراف من هذه الآلة. ولكن كلما إذا قمنا بعمل ما هي النشاطات التي تحصل ماذا وما هي المعرفة الموجودة، الناس يتوجب عليهم أن يعرفوا كل شيء، ولكن ما هي المعرفة الموجودة؟ أين هي الأماكن لمعرفة المعروف وغير المعروف؟ فإذا هناك هي النقاط التي نستطيع أن ننشئ لنقل هذه المعرفة أو هذه الطريقة كمثال. سأبدأ بأخذ بعض الأسئلة. سأبدأ مع الجمهور هنا. هل يوجد لدى الجمهور الموجود معنا أي سؤال إذا سمحتم؟ لا أسئلة؟ أوكي تمام. لدينا العديد من المشاركين أونلاين كثير من الأسئلة. أريد أن أسألك طبعا، كيف تستطيع أن تقوم بعملية التعامل مع هذا المفهوم خاصة بوقت الأزمات؟ يعني السؤال صعب جدا، بالإجابة على ذلك يعتمد على ما هو حجم التجارة التي نتحدث عنها. إذا كنا شركة ناشئة أو نقول شركة تبدو بالنمو، طبعا دائما نحن دائما في أزمات، هذا هو طريقة عملنا، دائما نحن نعمل بالأزمات. وهي بوقت الأزمات أعتقد أن العالم كله يكون طبعا هذه لنقل هي خارطة معرفة، جميعا لنقل عن العالم وكله عن المعرفة، وأيضا كل شيء يعتبر لديه بعض الغموض. ولكن ما نسأله طبعا نحن ونسأل فريق، نحتاج أن نكون دائما نركز على اكتشاف هذه النشاطات، عن كيفية الخروج من هذه الأزمة، ما الذي نستطيع أن نقوم بعمله، ما الذي نستطيع أن نقوم بعمله بطريقة أسرع بطريقة مختلفة. ولكن دائما سيكون هناك نقول سيكون هناك النشاطات المحورية والرئيسية التي يجب أن تحصل، وعادة ما يكون عندما يكون ذلك إذا أسسناه لنقل قبل الأزمة، وعندما تكون هناك الأزمة لنقل بطريقة يعني بالمثل كما يقول المثل، نستطيع أن نعيش مع العاصفة. هناك حتى إذا كان هناك الكثير من النشاطات، أنا أعرف أنه بذهني أن هناك حريق ويجب أن أذهب لنقل جهات إطفاء الحرائق، ولكن هنا ما أستطيع أن أقوم بعملي أو ما يستطيعهم أن يقومون بتنفيذه. إذا كنت أنا مدركا بالأزمات أو كنت مجهزا لهذه الأزمات مسبقا،
يكون ذلك أفضل. ولكن إذا كنت أنت في منتصف الأزمة وبدأت تفكر ما الذي سأقوم بعمله الآن، يكون الأمر أصعب بكثير طبعا. فإذا هي عملية تحول ثقافي، وربما تكون لنقل عملية الاستجابة السريعة إلى الأزمات، ولكن تبني هذا النوع من العلاقات وعملية الانتباه لما نحن عليه. في بعض الأحيان نحن نصطدم ببعض الأزمات ونرى لنقل نمط التغيير من للمعرفة من طريقة إلى أخرى. فإذا نحاول من الناس أن يجدوا لنقل نقاطا أفضل، نقاط معرفة أفضل. وإذا جائحة كورونا علمنا شيء، أنه نحتاج أن نكون استباقيين. هذا ما تعلمناه من جائحة كورونا. والدول التي كانت قادرة على مكافحة جائحة كورونا أكثر من الآخرين هي التي كان لديها بنية تحتية جيدة، أو مثل الدول التي قاموا لنقل بالتجهيز ما قبل الأزمات. فإذا هو كل ذلك يتعلق بأمر التجهيز ما قبل الأزمة، وليس في وسط الأزمة أو عندما تبدأ الأزمة. أنا فعلا أنظر إلى ذلك وأعلم بأن ذلك طبعا يعني لا يساعد. طبعا هذا ليس لدينا دائما في الأزمات، يوجد هناك، هي لا تزال تعطينا قيمة. لنقل، دعني أعطيك لكم مثالا بسيطا لذلك. عندما نبدأ بهذا النطاق قبل سنتين، كان لدي منصبين موجودة في شركة أخرى وتجارة أخرى، وكنت أحاول أن أتعامل مع كل تلك المناصب أيضا وأشرف عليها. وأتذكر كنت في لبنان في ذلك الوقت، وكنت تقريبا أعين، أتعين تم تعيني بأحد آخر أدواري، وبدأت الأزمة في لبنان، لأن الناس بدأوا يأتون أيضا ولم يكن هناك موارد مالية. وتعرفين أن الأزمة التي بدأت في الاقتصاد بلبنان، فإذا أنا كنت فعلا كالمجنون، كنت فعلا يعني أنظر بعملية كتابة كل شيء، وأقوم بكتابة كل شيء، وأحاول أن أخذ كل النقاط وأقوم بتحميل هذه الفيديوهات، لأنه لن يتوجب أن أقوم بعمل ذلك لنقل مرة أخرى. عندما أقوم بإنشاء المعرفة يكون كل ذلك بذهني، فكل الفوضى التي حصلت في أماكن أخرى كان لدي مساحة لنقل من الوضوح أكثر، والقدرة للتقدم إلى الأمام والاستكمال في المشوار. حتى إذا كنت أنت في الأزمة تستطيع أن تقوم بعمل هذا المعروف لنفسك. في نقطة معينة يجب أن يكون هناك تغيير ثقافي، ولكن هناك بعض الناس الذين دائما ينظرون إلى عملية إدارة المعرفة، ينظرون إليها بمشاكل ويضعون العوائق كثيرا أمامها. نسمع كثيرا، أنا أتجنب الكلمة التي استخدمها، إدارة المعرفة، إدارة التغيير، الإجراءات المعيارية، كل ذلك، أو الـSOP سمى غيره، كل هذه الكلمات أنا أحاول تغييرها دائما. ربما أنا جديد على ذلك، عندما نتحدث إلى غالبية الناس دائما ذلك هو موجود معهم. الشخص لنقل لديه إدارة بالمعرفة، لنقل هناك نوع من، مهما كانت الأداة التي تستخدمها، ليس بالضرورة أن نبدأ بالأمور التي تعتبر واضحة وأكثر للتوثيق، لأن عادة الناس يبدأون بعملية الالتزام إلى الصناعات أيضا، وعملية الالتزام الوظيفي والوصف الوظيفي. وهذه المسألة نستطيع أن نقوم بنسخ ولصق، ولكن عندما ننظر إلى الفريق هذا يعتبر أمرا غير موجود. نحتاج، إذا أنت استطعت أن تقوم بعملية إنشاء المعرفة التي تعطيك لمعرفة أعضاء الفريق وتوفر الوقت والجهد، لنقل أي شخص يقوم بأدوار رئيسية، لتكون هناك قائمة تتحقق عن الأدوار التي تقوم بعملها، لا يتوجب عليك أن تقوم بإعادة التفكير واستخدام هذه المساحة من الوقت، ولكن هذا بسيط جدا. لكن بأي وقت تستطيع أن تقوم بعمل التوثيق عن المعرفة، هذا يمكن ويعطي قيمة إلى أعضاء الفريق المنفردين، وحالما يكون لديهم طبعا هذه الطريقة المتناغمة، ينظرون أيضا إلى ذلك اللوح ويعرفون إلى كل، وينظرون إلى كل التزامات، سياسات الالتزام، لديهم المعرفة، لديهم كل شيء، فإن سيقومون بالتزام بها جد القيمة أولا لعملية التغيير وتجاوز كل تلك المعوقات والمشاكل. فإذا هي أن نضع لنقل نعطيهم الأدوات التي تبقى معهم وتمكنهم. إذا أنت وضعت إدارة المعرفة كأداة فقط تريدين أن تتظاهر بها وتقوم بالنظر إليها لنقل ملايين المرات ونتحدث عنها، ولذلك قمنا بعمل كثير جدا على البساطة، استخدام عمليتي لنقل المواجهة الشخصية ودمج أمور من أجل الناس أن يقومون بمشاركة المعرفة، ويزيد طريقة بالنسبة هم
لكيفية استخدامها بأقوى في براوزر أو بأي نقاط أو أي نقاط تواصل. لنقل هي عملية إيجاد المكان المناسب وإيجاد أيضا المعرفة والوصف. هل من السهل أن نقوم بتحديد هذه المراحل أم ذلك مكلف؟ كوستلي مكلف. أعتقد أن كل ذلك يعتمد على النوع المعرفة الخاصة بك. رأيي في غالبية الصناعات وحتى أنواع المعرفة يجب أن نكون دائما نقوم بالتأكيد على كل ذلك في المراحل النهائية أو التكرار عملياتي نقول أو المراحل المتأخرة من العمل. ربما عملية التكرار تصبح أقل، فإذا تكون هناك منهجية نقوم بعملية بعض الإجراءات ونبني على الأفكار ونقوم بتغيير بعض النقاط الصغيرة جدا. هذا النوع من التكرار يحصل بدل أن نقوم بتغيير، لا نقول كل هذا البروفايل للتغيير أو منتج كامل، ولكن نقول مثلا في عملية المبيعات مثلا نقول يجب أن نغير مثلا خط المبيعات، وهذا يقوم بإعطائنا النهجة أو المعرفة بتغيير مستوى المبيعات أو على نطاق المبيعات. فإذا نعتمد على مستوى التكرار والنطاق الذي تقوم أنت بالنظر إليه وكيفية دمج ذلك واندماجه في المنظمة بناء على التكاليف. التكاليف مقسمة على جزئين، واحدة هي تبادل المعرفة والثانية التنفيذ. التنفيذ هو كيف نقوم بتغيير نهجنا أو إجراءاتنا للقيام بأمر آخر، أمر جديد. وتبادل المعرفة هي كما يفكر بها الناس، هي عندما يكون إذا أنا أخبرتك أن الآن وجدنا طريقة جديدة للقيام بعمل ما، وأنت تفكرين بذلك أن ذلك ربما نحتاج إلى بعض الفهم وتريد أن تقوم بعمل أمور مختلفة. هذه هي النقاط الرئيسية. إذا نعرف الكثير من التجارات التي لديها كثيرا من نطاق المعرفة، موظفين نوظفهم بين عام 2013 و2015 يقوم بعمل أمور بطريقة معينة، فإذا وبعد ذلك لا يكون تكرارا. ولكن حالما نصل نحن أيضا لعملية يجب أن نتأكد بأن هذه المعرفة تجعل الناس دائما يحدثون معلوماتهم، وهذه التكاليف هي التي تكون تقريبا هي 90% من التحدي، وهي عن تتعلق بفهم أن المعرفة تتطور وأن التغيير هو الأمر الوحيد المستمر والدائم. نبقي ذلك بإظهارنا أن نقوم بعمل استراتيجياتنا، ولذلك أيضا هو يتعلق بالمحور الثقافي. أتفق معك تماما. السؤال الأخير، ننتقل للسؤال الأخير. كيف نغير عذرا، كيف نستطيع الانتقال من إدارة التغيير إلى عملية إدراك الأثر؟ أعتقد أنا أعجبني ذلك، أولا أعجبني ذلك كثيرا عندما نتحدث بشكل موجز عن فهمي أو عن نوع المعرفة أو ما هو الهدف من هذه المعرفة. أن نقول حقيقة من العدل أن نفهم أن بعض المعرفة الموجودة في منظمتنا لا ترتبط بشكل مباشر بالقيم، مثلا سياسات الـ HR على سبيل المثال. نأخذها لنقل كخط لنقل لزيادة مثلا الموارد البشرية، هذا يعني مش مشكلة. حسناً بعض الأحيان نحتاج إلى فريق أو عدد من الأفراد لتعيين فريق وتشكيل فريق، ولكن في بعض الأحيان عندما نتحدث عن المبيعات أو نقاط أخرى هذا تعتبر خطوطاً مباشرة أخرى إلى القيم أو لنقل العوائد أو المبيعات أو ما هي القيم التي تنظرين عليها. وأولاً مهم أن نفهم عندما نقوم بإنشاء المعرفة ما هو الهدف من هذه المعرفة، وبعد ذلك نستطيع أن نكون واقعيين بالنسبة للتوقعات عن ما هي المعرفة ممكن أن تعمل في منظمة. من أجل معرفة ذلك هو أن ننجح إذا قمنا بعملية إذا كانت تحول مثلا. والجزء الآخر من ذلك عندما يكون لدينا هذا النوع من التوقعات، الجزء الآخر هو أن نكون فقط أن نكون واقعيين منطقيين عندما نقوم بإنشاء هذه المعرفة. بعض الناس يقولون يتم إعطاؤهم مهمة مثلا وضع مثلا عملية براند معينة جديدة أو استراتيجية مبيعات، ننهي بإنشاء هذه لنقل الموضوع الأكاديمية الكبير الضخم والذي نأخذ معلومات ومحتويات تعتبر مفيدة. نعم مفيدة عمليتي لعمليتي بلورة هذه الفكرة، ولكن ذلك يشتتنا من عملية التنفيذ. برأيي المعرفة العظيمة والتوثيق الرائع في التجارة يجب أن يكون منفصلا بين الفهم والخلفية أيضا وربطه بالتنفيذ. المعرفة هي
بعض الأبحاث والمدخلات والإضاءات، ولكن هي أيضا إجراءات وأيضا خطوات نتبعها خطوة بخطوة، أو نفهم أن لنقل النقاط المختلفة لهذه التجارب، وبعد ذلك نقوم بعملية التكرار وتأكيد على بعض الأمور. ما بعمل ذلك لأنه متعلق بهذا المفهوم لعملية وضعها بأماكن معينة وتعيينها، وأن يكون لدينا الالتزام من اليوم الأول أنه لا نحتاج أن نشارك مع الناس من اليوم الأول ومع الفريق، كيف أن نكون موظفين عظيمين رائعين من خلال الالتزام، ولكن يتعلق الأمر كيف أن نجعل الناس ممتازين بطريقة ما يقوم بعمله، ونجد مهارات أخرى أيضا ومهارات جديدة مرتبطة بقيمنا وما نريد تحقيقه. رائع، عظيم جدا، ليست الجزء المفضل لي طبعا. طبعا السؤال الأخير لدي فقط طبعا ثلاثة، طبعا كأطلاق أنا سريع جدا لكن يعني قليلا أشرب أنك توترت. المعرفة المركزية أو اللامركزية، مركزية لماذا؟ ولكن يعتمد على ما نعنيه بهذه بكلمة مركزية. أنا أؤمن بأن المعرفة يجب أن تكون مركزية، وتطوير هذه المركزية يجب أن تكون لا مركزيا. المعرفة مركزية، يعني ستكون طريقة شوي مختلفة. المعرفة مركزية ليكون لدينا طبعا، ولكن تطوير هذه المعرفة يجب أن تكون لا مركزيا. لماذا؟ لماذا شخصا؟ لأنهم لنقول من مستويات عليا أكثر يكون لديهم تأثيرا على المعرفة، ويكون لدي طبعا التنفيذ من إدارة أخرى، وأن يكون هذه الأمور أو المحادثات والنقاشات اللامركزية تقود إلى تطور اللامركزي لهذه المعرفة والطريق للوصول إليها. أتفق معك تماما، أنت أتفق تماما. عندما تسألني ماذا شعرت بأنني أعطيتك إجابة الخطأ، الآن أنا سعيد جدا مبسوط. بالنسبة إلى إدارة المعرفة، لنقل الناس من الأعلى إلى الأسفل أو من أسفل الهرم إلى الأعلى، أنا أعتقد أن ذلك هناك بعض الأمور المعينة التي من تكون أن تكون من الأعلى إلى الأسفل، الهيكلية وأمور أساسية مثلا. عندما الشخص يقوم بإنشاء معرفة أو إدارة المعرفة تكون من أسفل الهرم إلى الأعلى، أين تكون المعرفة تعيش وما هي القرارات تكون في هذه النقاط، ستكون فوضى. فإذا أعتقد أن ذلك هي مسؤولية القادة أو الرؤساء أن يقوموا بإعطاء الإطار والهيكلية عن كيفية وضع المعرفة ومن الأسفل إلى الأعلى، أعتقد عن ما يحصل بالنسبة للمعرفة على سبيل المثال. إذا بدأنا بمعرفة ما هو، ما هي المعرفة الموجودة وما هي التمكين الموجود، فإذا الهيكلية من الأعلى إلى الأسفل والمعرفة من الأسفل إلى الأعلى وتطوير المعرفة، وهي عملية التكرار والتأكيد على ذلك، هي تكون من الوسط. وقمنا بعمل تحويل بسيط جدا لتمكين بعض الناس لعملية هضم هذه المعرفة وعملية التأكد منها، وفهموا بعد ذلك رسالة المدراء ليقوموا بمراجعتها وقطع التغذية الراجعة والتعديل عليها. فكرنا بذلك قليلا. شكرا. أعتقد أنني أعرف الإجابة لذلك، ولكن سأسألك طبعا. أتمنى بأنني رأيت نفس الشيء. بالنسبة إلى إدارة المعرفة العنكبوتية أو دورة الحياة، دورة إدارة المعلومات، هي دورة إدارة المعلومات، والسبب لأن هناك الكثير من النتائج الإيجابية، ولنقول النقاط الإيجابية لأثنتهم، ولكن أنا أؤمن بها، ولكن العنكبوتية، ولكن هناك أيضا لنقول أوضاع مختلفة لتجارة وأعمال ومختلفة، وهذا عندما نتعلق بالنسبة إلى الأمور عندما نبدأ بها من الأعلى إلى الأسفل الهرم. ولكن ما هم المدربين الذين يريدون في منظمتنا؟ هذا يعتقد بما ما هي المهمة الموجودة وما هي المهمة بالنسبة لأيام بقية، ذلك يتعلق بتحقيق ذلك الأمر. تمام، أعجبتني الإجابة، أتقبلها، ولكن لم أعرفها. تمام، هذه النقطة التي ألقيت الضوء عليها. طبعا جيد جدا، شكرا مايك، شكرا لك، أنا فعلا استمتعت بهذا النقاش وأيضا هذا العرض الرائع، شكرا جزيلا، وشكرا إلى جمهورنا العزيز وإلى المترجمين وإلى المصورين وإلى جميع الزملاء العاملين أيضا معنا، شكرا لكم جميعا، شكرا جزيلا، نراك يوم
يوم غد إن شاء الله نراكم، ستكون أيضا بث مباشر من معرض لندن للكتاب.